كابتن علي معلول، انا بحبك زي ناس كتير جدا بتحبك، ما شاء الله ربنا يزيدك من حب الناس بسبب احترامك وموهبتك واخلاصك في شغلك. انا ممكن اكون مش كروي قوي بس متابع برضو كابتن علي معلول، يعني ما شاء الله حتى اللي مش متابع كورة بيستمتع بيه، و هو نجم كبير يعني، مش عايز اتكلم عنه فالناس تقول ان ده كلام برامج او كده، لا بس فعلا كابتن علي معلول ليه معزة عند كل الناس، لانه من جيل المواهب التقيلة المحترمة اللي بيحترم شغله وبيحترم جمهوره. ويعني تحيتي لكابتن علي معلول، واقول له ان انا بحبك وبنحب اهل تونس كلهم، ومنورنا في مصر ومتعنا في مصر حبيبي يا كابتن. كابتن أسامة حسني المحترم الخلوق، بوجه لك تحياتي وسامحني لو نسيت أسلم عليك، الغلطة مش مني، الإعداد لما بلغوني إن أوجه كلمة لكابتن علي معلول في فيديو نسي يقولوا لي إن هو في ضيافة كابتن أسامة حسني، فأنا رأيي دي حسابات تصفوها في الكواليس ولازم يتغير فيها ناس كتير، وربنا يقدرنا على فعل الخير حبيبي يا كابتن.